مساء النور، الله يعطيك العافية. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ تمام. اوكي، ثواني وببلش، بس تزيد العدد شوي. اوكي، تمام. لهون وصلنا المرة الماضية. بحب اذكر انه الكويز يوم الثلاثاء القادم الساعة 9:30 مساء، طبعا حيكون اخر كويز ب chapter 9 اللي هو ال cellular respiration. الان طبعا حجيبه سهل نسبيا كونه اخر كويز، وزي ما حكيت لكم احنا يعني كمدرسين اتفقنا انه نحسب أعلى 5 كويزات من 6 ولكل طالب، يعني مش إنه كويز واحد للجميع حينحذف، يعني مثلا كويز رقم واحد، لا، كل طالب أقل علامة عنده كويز صفر ما امتحنهوش، مثلا صار عنده ظرف، كويز جاب فيه 2، أقل علامة تلقائيا بتنشال من الإكسل، يعني شيت بس ننزله مع إكسل، بعدين بندخل على يعني الكوماند على الإكسل، بنقول له أوكي اجمع لي أعلى 5 من 6، فالحالة تلقائيا بيجمع للجميع. وإن شاء الله على المودل يعني بنزلكو التجميع النهائي قبل الفاينل، يعني كل شعبة بنزلها لحال. إذا حدا عنده في عنده خربطة أو شيء زي هيك بيقدر يبعث لنا بأي وقت وعادي نتعدل، حتى بعد الفاينل يعني، حتى مجرد قبل ما تعتمد العلامات النهائية بنقدر نعدل. بس بليز يعني الكل كل لا لا هاي محاضرة 101 بيان. بس بكل كل طالب معلش يتأكد، لأنه انتم بتقولوا لي كل كويز كل مرة بيطلع لي حدا بيقول لي انا جاوبت هيك والعلامات هيك، لما اشيك له اياهم بطلع مجاوب زي ما العلامة نازلة. فبليز يعني كل واحد لما يمتحن الكويز يضل متذكر شو جاوب، لأنه يبدو انه ما في ناس بتذكروش. اوكي، فكل واحد قال لي انه انا علامتي نزلت لي كذا وانا بجيب كذا، لما راجعتها طلعت علامته الحقيقية هي النازلة، وبتلاقيه ناسي وبس تعطي العلامة بتذكر. فهاي شوية أنا بتغلب إنه أضل أدور على كل واحد شو إجاباته إلى آخره. مش مشكلة عندي يعني، أهم شيء إنك تكون أنت مبسوط، ما فيش عندي مشكلة، لكن برضه تتأكد من إجاباتك قبل ما تتواصل معي بليز، لأنه no way المودل يخربط في إدخال علامة طالب، no way، ما صارتش يعني. إذا في حالات يعني كل الطلاب بعثوا لي وكل واحد بيبعث لي بشيك له، فما مرتش علي ولا حالة انه فيه الاجابات اشي والعلامة اشي او انه مصلح له غلط، ما بتصير الا اذا كان المدرس مدخل اجابات النموذجية غلط، هذا اشي ثاني مختلف، هذاك يعني بكون الخلل في المدرس مش بالخلل بالموقع يعني. طبعا هاي ما صارتش بايون، لانه اوريدي الاجابات بحل لكم اياهم وبشرح لكم كل الاجابات. تمام. الان ان شاء الله بالفتره بعد ما نخلص الماده بنعمل لكم عمل لكم محاضره مراجعه على الزوم، هيك نظره عامه على المساق والشباتر وعشو تركزوا يعني بشكل عام، رفلي يعني بشكل سطحي خلينا نحكي،
مش راح امر على المادي كلها، عزوم بالذات راح اعمله مشان يعني برضو نقدر نخزن او يعني باوربوينت وهيك، ونزل كل محاضرة هاي المحاضرة او اللينك تاعها على المودل بوقتها. الفاينل موعده لحد الان ما نزل عندنا، يعني ما نزل لا عندي ولا عند حدا من الزملاء، ولا نزل على موقع الجامعة. بالنسبة للمواد النظرية، المواد العملية طبعا نزلت اعلان لهم انا، هذول احنا بنحددهم كمدرسين، شيء ثاني مختلف يعني عن المواد النظرية. فبالتالي الاشاعات انه 17 ولا غيره nobody knows، يعني لا ولا حتى انا بعرف يعني، لانه زي ما حكيت لكم الموضوع هذا بنزل القبول والتسجيل هالايام القادمه حينزل 100%، وبالتالي الكل حيعرف فيه بنفس الوقت، حتى المدرسين مع الهاي. ممكن ينزل يعني يجينا من عن طريق الجامعه جدول افتراضي مشان نبدي راينا فيه، بس عاده يعني حتى لو بديت رايك فيه بضل زي ما هو، لانه اوريدي اللي بنزل البرنامج على يعني على بروجرام، بحيث انه ما يكونش في طالب عنده مادتين متعارضات بنفس الوقت. ممكن يكون نفس اليوم اوكي، بس مش بنفس الوقت، ومسموح لك انت اذا اكثر من اثنين بنفس اليوم بتقدر تاجل واحد منهم. طبعا اوريدي برضه بكتبه بالكوماند انه ما يكونش عندك اكثر من امتحانين بنفس اليوم، فنو يعني ما صارتش يعني. فلذلك القبول والتسجيل هو المسؤول على الجدول وليس المدرسين، لانه اللي بده يحط الجدول النهائي بده يكون شخص مطلع على جداول جميع الطلاب، وهذا احنا الدكاتره نقعد نفتح على كل طالب رقمه الجامعي، بقدر اشوف جدولك شو هو، بقدر اشوف معدلك التراكمي، بقدر اشوف رقمك الوطني، معدلك التوجيهي، هذول كل مدرس بقدر يشوفهم. بس ما بقدر يعني غلبي انا اشوف 561، فبالتالي من هذا المنطلق انه مش الدكاتره اللي بحطوا الجدول النهائي. إذا كان حسيت جدول النهائي فيه مشكلة طبعا يجب أن تخاطب التسجيل، بس ما صارتش عادة ما بصيرش مشاكل، بس ممكن يتراكم عندك امتحانات ورا بعض أوكي، فإحنا ما لنا علاقة بالموضوع هذا، هاي النهائي يعني. لا كويس السابع يا أنس الزهرة ما حيزبط، لأنه ما فيش وقت، وزائد انه اصلا يعني فكرة انه نحذف اقل كويز هاي اوريدي يعني تغل يعني تغلبنا بنقاش صراحة، يعني مش متفق عليها كان 100%، فبالتالي يعني هاي اوبشن كويس من حذف اقل كويز، اما اقل كويزين نو واي يعني تصير، فتحاولوش فيها. ما عنديش مشكلة، ما بأجل موعد المحاضرة، المحاضرة حنزل لك اللينك بتحضرها مثل ما بدك، ما عندي مشكلة، بس يعني روح اللي عنده كويز روح على كويزه على 6، فما ما عنديش مشكلة، انت بتحضر المحاضرة يعني متى ما بتقدر، اما تأجيل لا، لانه انا عندي برضو محاضرة ثانية بعديها، وعندي برضو امور كثير يعني شغال فيها. فانا بنزل اللينك، انت بتحضروها متى ما بدكم، ما عندي اي مشكلة. طيب نرجع لهون، شرحت تركيب الكلوروفيل، وحكيت لكم انه متكون من 2 بارتس، البورفيرين رينج والهيدروكربون تيل. زي ما انتم شايفين البورفيرين رينج بيحتوي على مغنيسيوم ان ذا ميدل، يعني محاطه ب4 نيتروجين اتومز. الان فلاحظ هذول المغنيسيوم والنيتروجين هذول يعني اساسيات لتكوين الكلوروفيل، اذا ما كانش كان في نقص بالتربه فيهم حتلاقي الورقه لونها اصفر، لانه الكلوروفيل اللي فيها ما او الكلوروفيل اما الموجود فيها صار له ديجراديشن تحطيم مشان يحصل نبت على النيتروجين اللي بيستخدمها تكوين الحموض الامينيه وغيره، او انه الكلوروفيل نفسه بالاوراق الجديده لم يتكون بشكل كافي كونه ما فيش نيتروجين ومغنيسيوم كافي. فالمغنيزيوم هاي زي ما سأل زميلكو سابقا شو دورها، دورها هي الامتصاص الضوء في هذا المغنيزيوم، بالإضافة للروابط الثنائية الموجودة هون هي مسؤولة عن امتصاص الضوء الأحمر والأزرق وعكس اللون الأخضر. الفرق بين الكلوروفيل A و B، الجروب هاي اللي عليها مربع CH3 بكلوروفيل A، سوري CHO بكلوروفيل B. الآن فالمنطقة هاي يعني قطبية أعلى من المنطقة هاي ديفينتلي، لكن كأوفر أول يعني في المنطقة الوسطى هاي فيها روابط قطبية نعم، لكن فيهم كثير مناطق غير قطبية. ففي طبعا جزء أجزاء قطبية وجزء أجزاء غير قطبية يعني، فهو أمفي باثيك يعني.
بس مش حسألك عنه يعني بالنهاية، لأنه already تركيبه كتير complicated لمستوى سنة أولى، يعني يكونوا مدركين شو المكونات الأساسية تاعته، كيف بدو بالمركبات العضوية وغيره. الآن في التمثيل الضوئي في شيء اسمه فوتوسيستم. فوتوسيستم بيحتوي على نظام ضوئي، يعني بيحتوي على جزئين رئيسيات: رياكشن سنتر كومبلكس. الرياكشن سنتر هذا كومبلكس بيكون عبارة عن تايب اوف بروتين كومبلكس، نوع من البروتينات محاط بلايت هارفستنج كومبلكس، هذا عبارة عن صبغة اللي هي الكلوروفيل مع البروتينز مرتبطين ببعض، فبيجمنت مولكيول باوند تو بروتينز، هذول اللي هي اللايت هارفستنج كومبلكس، يعني مجاميع حصاد الضوء، جمع الضوء، فبتنقل الطاقة الموجودة في الفوتونز لجزء أساسي في اللايت هارفستنج كومبلكس، أو يعني المرتبط فيه اللي هو الرياكشن سنتر أو سنر. الآن الصورة شوي خليها اللي قبل شوي، لكن لو طلعنا هون على هذا الرياكشن سنتر، طبعا موجود في الثايلاكويد ممبرين، في الغشاء الثايلاكويدي الموجود داخل الكلوروبلاست. الآن هذا داخل الثايلاكويد، هذا الاستروما اللحمة اللي هي السائل أو المنطقة الشبه سائل المحيطة بالسائل الأغشية الثايلاكويد، هذا كله اسمه فوتوسيستم، بتكون من جزئين رئيسيين. الجزء الأول اسمه لايت هارفستنج كومبلكس، بيحتوي عبارة عن بريو، هذا اللي عليه سهم بروتين، بالإضافة لهذول اللي لونهم أخضر اللي هم الكلوروفيل مولكيولز. طبعا تعرفوا انا وريتكم تركيب الكلوروفيل مولكيول، لذلك هذول عبارة عن يعني رسم توضيحي مجازي لتركيب الكلوروفيل، وان كان الكلوروفيل زي ما شفتوا حلقة بورفرين رينج بالإضافة لهيدروكربون تيل. في نهايتهم هذول في سبيشال بير اوف كلوروفيل مولكيولز، هذول الاثنين اللي موجودين ان كونتاكت وذ رياكشن سنتر اللي هو هذا. الآن في الرياكشن سنتر اللي هو مرتبط عبارة عن بروتين، في بير كلوروفيل، انت هون شايف يعني تو دايمنشنال ستراكشر، هي كم يعني البروتين حيكون اوريدي مش زي هيك اكسبوزد كومبليتلي، يعني معرض، هاي شكله على الريبون شيب له، هيك البروتينات بيكونوا موجودين. هاي الكلوروفيل واضح لونهم اخضر هون، لونهم اخضر لانه بيعكس الضوء الاخضر، اوكي، والباقي البروتينز اللي موجود، البروتينات الموجوده. الان فالفوتون بعطي الانرجي، بضل يصير لها جامبنج من كلوروفيل كلوروفيل مولكيول، بصير ترانسفير اوف انرجي لحد ما يصل الزوج هذا الموجودين في الرياكشن سنتر، فالالكترونات راح يطلعوا من جراوند ستيت لاكسايتد ستيت، بروح على البرايمري الكترون اكسبتر، مستقبل الالكترونات الموجود هون، هذا كله اسمه رياكشن سنتر، كله اسمه رياكشن سنتر. سالني سؤال سابق زميلكم محمد، سؤال يعني كان يعني جميل، بالنسبة للثايلاكويد ممبرين كيف بكون، يعني كيف هل بكونوا على شكل كوكيز زي ما انتم شايفين؟ الجواب لا، شوفوا زي ما انتم شايفين كيف في اشتراك في يعني في منطقة مشتركة بينهم، هاي شوف هيك تكبير للمنطقة، هاي هاي مش عبارة عن زي الكوكيز جايين فوق بعض بس ومفيش كونكشن بينهم، لا هاي شوفوا كيف عبارة عن يعني هاي الأول الممبرين الأولاني، بعدين هاي المنطقة مشتركة، بعدين بيجي على اللي بعده وهكذا، خليني أكبرها شوي، هاي المنطقة مشتركة وهكذا، ففي مناطق كثير مشتركة بينهم بين ال 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 التايلاكويد التايلاكويد ممبرينز، مش عبارة عن مناطق منفصلة عن بعض وإنما كلها متصلة فيما بينها. هذا السلايد مش موجود عندكم اوريدي، مش مطالبين بحفظه، بس انا حبيت الجواب على سؤال زميلكم، كان اتوقع بالجوجل ميت ووريته صور، وهي كمان هاي لقيت الصوره هاي اوضح من الصور اللي وريته اياهم، هاي لاحظ ولاحظ الكونكشن اللي بينهم، هاي الاشياء الاخضر بين الـ بين الـ بين الجرانم هذولا. الصوت مش واضح رولا، هل الصوت واضح الان ولا لا؟ اوكي. الان برضو سؤال زميل كان زميلكم كان انه ليش مثلا الالترا فايولت فيها طاقه اعلى اكثر من الانفراريد، طبعا ما فيش ليش، لان هيك وجدوا، بس طبعا انك تعرف انه لما تقول شورت ويف لينث معناته الفريكونسي عالي بتكون يعني المسافه بين البيكس اقصر، فمعناته الفريكونسي تكررها اعلى، يعني مجازيه ممكن تقول بسبب الفريكونسي العالي هاي معناته طاقه عاليه، بس ليش الفريكوانسي عالية فيها طاقة على هذا، يعني this is what they found، يعني فهاي اللايت هارفستنج كومبلكس.
في كمان حكينا عن شو اللي حكينا لايت هارفستنج كومبلكس، في رياكشن سنتر، هذول تعريفهم تكونوا اوير له. البرايمري الكترون اكسبتر هو اللي بيستقبل الالكترونات من البير اوف كلوروفيل مولكيولز. اكسبتد اكسبت سوري اكسايتد الكترونز اند از ريدوسد از ريزلت، لما يستقبل الالكترونات هو فعلا شو لما ياخذ الالكترونات اكتسبهم، يعني صار له ريدكشن، فبصير له ريدكشن فصار ريدوسد ك باست بارتيسيبل او كادجكتيف، يعني بوث، فصار مختزل، هو مختزل لانه كسب الكترونات. السويل باور السولار باور ترانسفير اوف ان الكترونز فروم كلوروفيل اي مولكيول، كلوروفيل اي طبعا حكيت لكم الاساسي، طبعا هنا كلوروفيل مش مولكيول، هنا اي لاحظ حاط لك اياها بايتاليك مشان تميزها انها جزء من مايلي، يعني انها جزء من الكلمه هاي، مش كارتكل لتعريف، لانه تكون اصلا كارتكل غلط. كلوروفيل اي مولكيول تو ذا برايمري الكترون اكسبتر از ذا فيرست ستيب اوف لايت رياكشن، زي ما حكيت لكم سوري وير از ات، هون الطاقه راح تنتقل، طاقه الفوتون من كلوروفيل مولكيول حتى تصل زوج من الكلوروفيل مولكيولز الموجودين هون في هاي كلها في الفوتوسيستم 2، لحتى ما بتنقلها من جراوند لاكسايتد ستيت، الالكترونات بروح على برايمري الكترون اكسبتر، هذا بصير له ريدكشن في هذه المرحله. الان فهاي هيك بصير في البرايمري الكترون اكسبتر. الان في عندنا في فوتو 2 فوتو سيستمز الموجودين، فوتو سيستم 2 وفوتو سيستم 1. طبعا ليش يعني هون لو طلعنا على الصوره او خلينا نعطيكم النظره العامه، اول شيء هاي عندي فوتو سيستم 2 هاي فوتو سيستم 1 وبتبلش من هون. طب يعني ما دام تبلش من هون ليش ما سموه من اول هون 1 وهذا 2؟ الجواب انه اكتشفوا 1 هذا قبل 2 في بعض انواع البكتيريا، ولما اكتشفوا اطلقوا عليه فوتو سيستم 1. بعدين لقوا انه بعد ما اكتشفوا الفوتو سيستم 2 لقوا انه في نظام سابق قبله اسمه بدهم يسموه، اذا صار طبعا في ابحاث منشوره على فوتو سيستم 1، فاذا بدهم يغيروا اسمه هذا يسووها فوتو سيستم 1 فوتو سيستم 2، بصير في خلاف بين الابحاث المنشوره، كل واحد بصير تقول هذا قبل التاريخ الفلاني نشر ولا بعد التاريخ الفلاني، هل هذا يعني في فوتو سيستم 2 هذا الجديد ولا انه اللي اخذ تسميه قديمه جديده، وبالتالي ضلوا على نفس التسميه السابقه، لكن فوتو سيستم 2 ببلش قبل فوتو سيستم 1 لاكتشاف فوتو سيستم 1 قبله، رغم انه بالواقع بالاكسبيرمنت بال يعني بال خلينا نحكي باللايت رياكشنز كل العمليه بتبلش من عند فوتو سيستم 2، فالهذا السبب هو الاكتشاف السابق لفوتو سيستم 1، ومكتوب اصلا هون هيها فيرست فانكشن، ايوه الفوتو سيستم 2 فانكشنز فيرست يعني بيشتغل اول، ذا نمبر او ذا نمبرز ريفلكت اوردر اوف ديسكفري، يعني ترتيبهم في الاكتشاف، فاكتشفوا 1 قبل 2 سموه 1، بس لقوا انه في واحد قبله بيشتغل ما قدروا يغيروا اسمه فسموه 2. طبعا هذا يمتص على يعني بيست ابزوربنج ويف لينث له على 680 نانومتر في منطقه الضوء الاحمر 680، فاسمه بي 680 بي اختصار لبيجمنت طبعا مش لفوتو سيستم. فبيجمنت 680 يعني تمتص، طبعا تمتص بالضوء الازرق بالاضافه للاحمر، هذا الاحمر اللي هو 680 نانومتر والموجي. في فوتو سيستم 1 طبعا حكينا اكتشفوه قبل ويمتص على 700، فهو بيجمنت تي بيجمنت 700 بيمتص على 700 الافضل، طبعا هو يمتص على غيره لكن الافضل على 700 نانومتر. لينير الكترون فلو، خليني اوضح على الرسم بعدين بعدين باجي للاشياء المكتوبه. الشابتر هذا يعني وي شود فينيش ات توداي حتى لو اخذنا وقت زياده، لانه اوريدي احنا يعني ما ضلش وقت كثير لنهايه الفصل وفينا يعني كذا شغله بما فيهم الشابتر السيل سايكل، فاعتقد ما حناخذ غير السيل سايكل يعني الشابتر اللي بعده، بس يعني زي ما حكيت لكم لازم ننهي الشابتر هذا اليوم حتى لو اخذ ساعتين. الان فعندي انا هاي العمليه تكونوا مدركين ليها وعارفين كل تفاصيلها، اللايت بيجي من الشمس او مصدر الضوء سواء كان مصباح كهربائي او غيره، هذا ينتقل بعدين بصير ينتقل الانرجي اوف فوتونز، بينتقلوا من كلوروفيل مولكيول الى اخر الى اخر لحد ما يصلوا زوج من الكلوروفيل مولكيولز، فهذا كله اسمه فوتو سيستم 2، يمتص على 680 نانومتر ماكسيمالي يعني، فبالتالي الالكترونات اللي بيكونوا هون موجودين على الكلوروفيل مولكيول هذول الزوج الموجودين في الرياكشن سنتر، هذول الالكترونات بروحوا بينتقلوا للبرايمري الكترون اكسبتر اللي بيستقبلهم وبصير اسمه اكسبتر يعني مستقبل، ودائما اي شيء يستقبل الالكترونات هو بصير له ريدكشن. بعد هيك سوري بعد هيك الالكترونات بلشوا ينتقلوا بين بروتين من مكونات الغشاء بلاستوكوينون سيتوكروم سي كومبلكس بلاستوسينن
هاي بسموها الكترون ترانسبورت تشين، عبر انتقالهم زي ما بصير بالتنفس الخلوي بصير انتاج الاي تي بي في سلسله نقل الالكترون. بعد هيك بروحوا على فوتو سيستم 1، نفس الشيء بوجود اللايت الموجودين والتو بير اوف كلوروفيل مولكيولز، نفس الالكترونات طبعا بتنتقلوا ل برضه الكترون اكسبتر اللي بعدين برضه ينتقل على برضه كمان الكترون ترانسبورت تشين لحد ما يصل ان اي دي بي بلس اللي بتحول ان اي دي بي اتش عبر الان اي دي بي بلس ريدكتيز، يعني الانزيم اللي بيساوي ريدكشن لان اي دي بلس اللي هو باخذ، يعني فاخر واحد استقبل الالكترونات اللي هو ايش الان اي دي بي بلس، فالالكترونات بيضلوا ماشيين يعني بكل الطريق لحتى ما يستقبلهم هذا اللي هو ان اي دي بي بلس بتحول لشو ان اي دي بي اتش عبر الانزيم هذا. الان بعد هيك بده يجي كمان ضوء، لان ما ضل الالكترونز كمان الكلوروفيل المولكيولز هذول يقدروا، فمين بيعطيهم الالكترونات؟ المي. فلاحظها بتضل المي على طول مستمره والعمليه هاي مستمره على طول، فهاي العمليه تنتج لي اي تي بي ان اي دي بي اتش واكسجين كباي برودكت كمنتج ثانوي. هاي منتجات العمل اللايت رياكشن، منتجات اللايت رياكشن. برجع للاشياء المكتوبه مشان برضو نكون يعني ماشيين على ال خلينا نحكي الكتابة مع الأشياء المكتوبة مع الرسم. لينير إلكترون فلو، لينير يعني خطي ليس مستقيم، ها لينير خطي يعني له بداية ونهاية، مش عكسها سايكليك أو سيكليك دائري يعني دورة. فهون لينير يعني ما البداية لا تلتقي مع النهاية، هاي معناها. الآن during the light reaction there are two possible routes for electron flow، تقدر تقول routes تقدر تقول routes، تنتين correct. هاي بتختلف عن route معنى جذر، هون معناها طريق. ف two different routes two possible routes for electron flow cyclic أو linear، كمان تقدر تقول cyclic إذا بدك، يعني مش إذا بدك يعني هيك صح، يعني cyclic أو cyclic تنتين صح. الآن linear electron flow طبعا هاي العملية تنتج الأشياء التالية ATP هاي حفظ NADPH نيكوتينامايد أدينين داينوكليتايد فوسفيت بالإضافة لأكسجين، إضافة لأكسجين طبعا نكتب لكم إياها هون مشان ما مش هاي أكسجين. طيب إذا جبت لك امتحان والله الليليان إلكترون فلو بنتج ATP، هل الجملة صحيحة ولا غلط؟ الجملة صحيحة. إذا قلت لك بنتج ATP فقط تكون الجملة خاطئة، واضح؟ يعني الشخص عنده عين، الإنسان عنده عين، خطأ ولا صحيحة؟ صحيحة الجملة. طب عنده عين واحدة فقط، الجواب غير صحيح، واضح؟ فكلمة only ضرورية بالجمل هاي مشان تفرق بينهم خاصة بترو فولس. فبدك تعرف انه linear electron flow بنتج ATP NADPH لا يجوز لك تقول NADPH يعني بأي شكل من الأشكال بالإضافة لأكسجين. الآن هاي شرح للأشياء هاي، إذا استوعبت الرسمة you don't have to يعني read all of these، لكن هاي فوتون هيتس يعني يضرب او يصيب بيجمنت اللي هو الكلوروفيل مولكيول، اند اتس انرجي الطاقه الموجوده الانرجي الموجوده هاي از باست امونج بيجمنت مولكيولز انتل ات اكسايتس بي 680، يعني بضل تنتقل من الكلوروفيل مولكيول للثاني لحتى ما تحفز الزوج من الكلوروفيل مولكيول البيجمنت اللي بتمتص على 680 ماكسيمالي، طبعا بتمتص على غيره لكن ماكسيمالي اللي هو الزوج الموجودين في الرياكشن سنتر. ان اكسايتد الكترون فروم بي 100 P680 اللي هذول الالكترونات بصير لهم ترانسفير تو ذا برايمري الكترون اكسبتر اللي اسمه P680 بلس يعني اكتسب. اوكي هذا الالكترون اكسبتر الان اللي هو هنا، هذا اللي هون بكون موجود. فبكل بساطه هاي شرح اللي حكيته قبل شوي، انه الطاقه من الفوتون بضل تنتقل من كلوروفيل مولكيول لحد لاخر حتى ما تصل للبي 160 بير اوف كلوروفيل مولكيولز اللي بصير انتقال الالكترونات من عندهم لعند البرايمري الكترون اكسبتر اللي اسمه بي 160 680 بلس. طبعا هو فيري سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، كيف يعني كيف اوكسيدايزنج ايجنت وبصير له ريدكشن؟ الجواب ما فيش خلاف في الموضوع هذا، هو اوكسيدايزنج ايجنت يعني عامل مؤكسد يعني يؤكسد غيره، وهو نفسه شو بصير له؟ ريدكشن، فبالتالي هو ريديوست، فما في خلاف بين تقول والله هناك حكيت ريديوست، لا هنا حكينا المره الماضيه المركب الريديوست اللي بده يعني يصير له اللي اكتسب هو فعليا خلى غيره يتاكسد، فهو اوكسيدايزنج ايجنت. فالمركب ذلك متذكر انه ريديوست
هذا الماوس، خلينا نكتبها كتابي احسن لانه صراحة الماوس هو اوريدي. بس حبينا اذكركم انه هو اوريدي، هذا البي 680 عبارة عن هو ريديوست مولكيول، ريديوست طبعا السي لما يجي وراها اي دي او الاس اس او السي اتش او الكي بتلفظ تي بعديها يعني، بس كشيء خارج عن الموضوع بس مشان تعرف انه هيك بتلفظ يعني. فالبي بي 680 البلس اللي هو ريديوست هذا الكترون اكسبتر، هو مع انه ريديوست مختزل، مختزلها معناته شو عمل لغيره؟ اكسد غيره، غيره يعني واحد معاه 100 دينار اخذهم من غيره اكيد، فبالتالي هو افقد غيره وهكذا، فبالتالي غيره سواء بنك او عمل او غيره يعني. المقصود انه المركب اللي هو اوريدي ريديوست بكون هو اوكسيدايزنج ايجنت، هو فيري سترونج كمان اوكسيدايزنج ايجنت. الان هاي اول الكترونات، طب بعد هيك العمليه كيف بتضل مستمره؟ الميه بصير لها سبليتنج باي انزيمز طبعا، اند ذا الكترونز ار ترانسفيرد فروم هيدروجين اتوم تو ذا بي 680 and thus reducing it to P680. الآن نفس الشيء، الإلكترونات تنتقل من الهيدروجين آتومز الموجودين في المي ل P680 plus، وبالتالي بيساوي reduction لل P ل ل يعني مرة ثانية. هون الإلكترونات لما نعطيهم أعطاهم أول مرة هذا already oxidized، لما يجي الإلكترونات من المي شو بصير له؟ هذا بصير له reduction، بعدين نودي الالكترونات لوين؟ للبرايمري الكترون اكسبتر وهكذا يعني. المي هي اللي بتعوض الانتقال فقدان الالكترونات من الكلوروفيل الموليكيول لاول مره، بعدين المي على طول بتظل هاي. فوظيفه الماء هي الكترون، الكترون دونر، الكترون دونر. الاكسجين هو هو الباي برودكت كنتيجه ثانويه للعمليه اللي هو تحت السبليتنج للمي، السبليتنج للمي وبالتالي اعطاها للالكترونات. حدا عنده سؤال لحد الان؟ انا عارف انه شوي جديد عليكم الموضوع نوعا ما، لكنه يعني بسيط مش بغلبش كتير يعني. المعلومات اللي بدك تعرفها موجوده بالسلايدات، ما مش هطلب منك معلومات شيء خارج على الموضوع، الموضوع هذا. حدا عنده اي سؤال لحد الان؟ انا عارف العدد قليل اللي بحضروا، كونه في as you said في كويز كيمستري، ما عنديش مشكله. اوكي، لحد الان ما حدش كتب اي سؤال، لكن احنا يعني نعمل لقاء تفاعلي ممكن بكره وهيك مشان اذا حدا عنده اي استفسار. تمام، فهي نفس الشيء، هاي يعني برضو اعاده مره اخرى للعملية، انه اللايت بالانرجي جاي من الفوتون تنتقل من كلوروفيل الموليكيول للاخر لحتى ما تصل ال two pair of chlorophyll molecules الموجودين على الرياكشن سنتر اللي مسميهم بي 680. وبعدين الالكترونات بنتقلوا من عند ground state لاكسايتد state لما تيجيهم انرجي، فبنتقلوا مباشر على البرايمري الكترون اكسبتر اللي هو بي 680 بلس، وبالتالي بكون هو ريديوست وهو اوكسيدايزنج ايجنت بنفس الوقت. طيب، فيعني بكل بساطه الكلوروفيل البير هذول صاروا دونيشن للالكترونز، هذول يعني الالكترونات نيد تو بي ريبليسد يعني لازم يتبدلوا بشيء يعني. اول مره اعطى الكترونات، الالكترونات هذول بدهم يتبدلوا. منين بدهم يتبدلوا؟ من المي، فالمي بضل على طول تبدل الالكترونات الموجوده على الكلوروفيل الموليكيول وهكذا، فبدون مي لن تتم هذه العمليه في الكائنات الحيه الهوائيه. طبعا
في كثير عناصر مهمة جدا للفوتوليسيس للمي، اللي هو وجود المنغنيز والكالسيوم، وهذول موجودين كثير في الكلوروفيل ميمبرين، المهمة جدا للانزيم كومبلكس اللي كاتالايزز الواتر سبليتنج رياكشن، تحطيم الجزيء الماء لاكسجين، وهاي بسموه اوكسجين ايفولفينج كومبلكس. مش مهمين طبعا هذول، مش حط يعني لحد الان اصلا الباحثين ما عندهم مش يعني كثير درايه شو بصير في التفاصيل الاكزاكت من ميكانيزم، وكيف الانزيم هذا بمسك وبيساوي سبليتنج. لحد الان في كثير فيج يعني غموض في هذا الموضوع في العلم يعني. لكن المي بيصير لها سبليتنج بوجود انزيم كومبلكس او بسموه اوكسجين ايفولفينج كومبلكس يعني، اللي بيعتمد على المنغنيز والكالسيوم. طيب each electron falls down an electron، بعد هيك بعد ما عاد الالكترون اكسبتر، الالكترونات بينزلوا فولز يعني زي يسقط يعني عبر سلسلة نقل الالكترون من البرايمري الكترون اكسبتر الموجود في فوتو سيستم 2 لعند فوتو سيستم 1. الطاقة الناتجة المحررة عبر النزول وعبر سلسلة نقل الالكترون مهمة جدا لخلق او ايجاد فارق في تركيز البروتونات عبر او عبر الثايلاكويد ممبرين، يعني بين ثالكويد ممبرين وبين اليومن. الان والستروما واللحمه، الان ثالكويد اليومن والستروما، سوري اليومن اللي هو لب الثالكويد ممبرين، والستروما اللي هي اللحمه اللي هي السائل المحيط او الماده المحيطه بالثالكويد ممبرينز. diffusion of protons هذول زي كيف بالتنفس الخلوي، diffusion of protons H plus across membrane هاي تسوق يعني درايفز مجازيا انها تؤدي لانتاج الاي تي بي سينثيز، لانه عبر برضه عبر الاي تي بي سينثيز الانزيم هذا المسؤول عن انتاج الاي تي بي. فبكل بساطه هاي الالكترونات نزلت عبر سلسله نقل الالكترون، مش مطلوب منكم تحفظوا الكومبلكسز هذول بلاستو كوينون بلاستو سيانن وغيرهم وساتوكروم، بس تعرفوا انه في هاي اسمها سلسله نقل الالكترون، عبر العمليه هاي او عبر العمليه هاي بصير في انتاج الاي تي بي. الان الفوتو سيستم 1 مثل فوتو سيستم 2 ترانسفير لايت انرجي اكسايتس بي 106 بي 700 اللي بيفقد اوريدي الكترونات، كمان بتروح على الكترون اكسبتر. الان البي 700 بلس طبعا اللي هو كسب الكترونات، سوري البي 700 اوريدي فقد الكترونات، الان بي 700 بلس بيجي الكترونات من وين يعوضوه؟ من الفوتو سيستم 2، الفوتو سيستم 2 يعني لانها اوريدي مع بعض، لان لو هذا لحاله كافي معناته كان استثنينا فوتو سيستم 2. فبالتالي نفسه البي 700 بفقد الكترونات بروح على الكترون اكسبتر ما فيش مشكله. طب مين شو اللي بيعوضهم؟ بيعوضهم الالكترونات اللي اجوا اصلا من وين؟ من فوتو سيستم 2، من الكلوروفيل الموجودين في فوتو سيستم 2 اللي هو السابق له، واللي بيعوضهم هذاك الالكترونات اللي اجوا من المي. فبالنهايه المي هي الالكترون دونر لكل الشغله هاي. الان البي 700 بلس accepts an electron passed down from photosystem 2 via electron transport chain من سلسلة نقل الإلكترون. فزي ما حكينا الإلكترونات بيجوا من photosystem 2، ضلك متذكر إنه photosystem 2 بيجي يقول 1، لا تخربط بهالشغلة هاي، لأنه إذا خربطت راح كل شيء يشلبك عندك، دائما تذكر إنه 2 قبل 1. فالالكترونات تجوا من المي، المي انتقلت لالكترون اكسبتر، بعدين بنتقل عبر سلسله نقل الالكترون وعبر عبر العمليه هاي بنتج الاي تي بي. بعدين هون اوريدي بسبب الطاقه بفقد الالكترونات البي 700، شو اللي بيعوضوا عنهم؟ الالكترونات اللي جايين اصلا بالسلسله، اوكي بيجوا بالسلسله. الان الكترون ايتش الكترون فولز داون الكترون ترانسبورت تشين، بعد هيك برضه كمان بينزلوا عبر سلسله نقل الالكترون من فوتو سيستم 1 لبروتين اسمه فيرودوكسن، فيرودوكسن اختصاره اف دي، حفظ تحفظوا لي اياه. الان الفيرودوكسن هذا الالكترونز ار ترانسفيرد بعدين ل ان اي دي بي بلس اللي هو نيكوتيناميد ادينين داي نيوكليوتيد فوسفيت. شو بصير لما تكسب الكترونات؟ بصير لها ريدكشن لا ان اي دي بي اتش، طبعا ان اي دي بي اتش هاي المساله مش بتصير طبعا مجرد تكسب وخلص، لازم في انزيم مسؤول عن الشغله هاي اسمه ان اي دي بي بلس ريدكتيز، فبتحفظوا اسمه. طبعا بعد هيك بنتج لي ان اي دي بي اتش، وين بكون هذا موجود؟ الان اي دي بي اتش في الستروما، والاي تي بي بكون بالستروما، وهذول وين بدهم يروحن؟ شو اللي العمليه اللي بتصير بالستروما باللحمه اللي هي الكالفن سايكل، دوره كالفن الموجوده في الستروما.
And this process also removes a protoan, proan, H plus. H مش حرف علي لكن كلفظ في علي H يعني نبلش بال A كلمة الفضة. فبتحط قبل يو ان تعرفوها يعني مشان كارتيكل. And H plus from the stroma كمان. فبكل بساطة زي ما هيك هاي العملية، العملية بتصير ثالكويد ممبرين. لاحظ انه هاي المنطقة اسمها الستروما، هاي المنطقة اسمها الستروما، هذول ثالكويد ممبرين هذول كلهم بينهم بما فيه الالكترون ترانسبورت شين. الالكترونات بيجوا من المي على الكلوروفيل، بيعوضوا اللي فقدهم الكلوروفيل، بروح على الكترون اكسبتر سلسلة نقل الالكترون. اور دي بي 700 بيطلع الكترونات اللي بيعوضوا لهم عنهم هذول الالكترونات اللي هو الالكترونات اللي جاي من فوتو سيستم 2، وبالنهاية بتروح كمان على سلسلة نقل الالكترون مرة أخرى وبصير إنتاج ل NADPH. هاي اسمها لينير، ليش؟ لأنه هاي بداية لها بداية ونهاية منفصلات عن بعض تماما. هاي اسمها نون سيكليك أو نون سايكليك أو لينير الكترون فلو، أوكي؟ يعني غير دائري، غير مش سايكل ولا يعني هي عبارة عن لينير، أوكي؟ لينير الكترون فلو. فشو نواتجها؟ هي مبينين NADPH، يعني كثير بتنسألوا عنها هاي. ما هي the product of linear electron flow is ATP, NADPH and oxygen. هذول الثلاث منتجات. إذا كتبت أي واحدة منهم بدون only الجملة صحيحة، مع only واستثنينا الباقيات الجملة تكون خاطئة. يعني منطق، يعني أنت تمتلك عين واحدة فقط، غلط، أنت تمتلك عين صح. فيعني هاي شوي بعض الطلاب لما تكتب لهم true false بتحيرهم الشغلة هاي. فكلمة only ضرورية جدا، او جاست او اي شيء يعني يدل على انه استثناء اشياء اخرى. اما قلت لك والله عمليه الالكترون لينير الكترون فلو بتنتج لي اي تي بي ان اي دي بي اتش اوكسجين اند اف اي دي اتش 2، ما في لها علاقه الاف اي دي اتش 2 بالموضوع وبالتالي غلط. وهكذا يعني شوي انتم بتخربطوا بحسكم بترو فولس. فيعني يعني ما بدهاش شيء، بس انه تكون يعني شوي لوجيكال بتفسير الجمل. حتى لو حطيت لك سؤال وحسيت انه انت منطقي حكيك باجابتك عادي بغير الإجابة بسيطة، رغم إنه أنا طبعاً بحط كل الـ possible يعني thinkings. يعني حتى لما أكتب أي سؤال يعني بحط حالي مكان الطالب، يعني مشان أشوف كيف ممكن يفكر بالسؤال. فمرات بحس إنه مثلاً لما جبت لكم المرة الماضية سؤال عن الـ allosteric regulation إنه عبارة عن inhibition of an enzyme وهيك، لو حطيت inhibition بدون only كانت الجملة صحيحة. لما حطيت لكم only inhibition of enzyme كانت صارت الجملة خطأ، لأنه ممكن تكون activation بسموها allosteric activation. فمن هذا المنطلق يعني حطيت I put myself in your shoes، يعني اللي هي معناها كم ك ك idiom اللي يعني حطيت حالي موقفك. يعني cyclic electron flow أو cyclic برضو الثنتين صح زي ما حكيت، بستخدم بس photosystem 2. طب كيف؟ قبل ما اشرح لكم الاشياء هاي واحيركم بالاشياء الموجوده، خليني اوريكم الرسمه مشان تعطيكم توضيح للشغله هاي. خلينا اوقف شوي بس اتاكد حدا عنده اي استفسار، اي سؤال، اي سؤال. تمام اوكي. نيجي مرة ثانية على السيكليك أو سايكليك إلكترون فلو. طيب، إجوا الإلكترونات من
فوتوسيستم 2، حكينا في الكترونات اوريدي بيطلعوا من البي 700، يعني راحوا على البرايمري الكترون اكسبتر، بدل ما يروحوا على الفيرودوكسن وينزلوا هيك بيرجعوا على سلسله نقل الالكترون اللي فيها سايتوكروم كومبلكس. يعني بروح على الفيرودوكسن بس ما بروح على ان اي دي بي بلس، بروح على السايتوكروم كومبلكس وبضل يلف. هاي هو اوريدي ما انه بلف معناته بعوض حاله، فيش داعي يجي الكترونات من الفوتوسيستم 2، فهي العمليه بتضل تلف زي هيك. شو بتنتج العمليه هاي؟ العمليه هاي ما فيها مي، لانه يعني اوريدي الالكترون بلف مكانه، ما في شيء مش بحاجه لشيء يعوض الالكترونات اللي فقدهم فوتوسيستم 1. وكمان ما بروحش على ان دي بي بلس مشان اصير ان دي بي اتش. فالمنتج الوحيد لهذه العمليه هو اي تي بي فقط، اي تي بي فقط، هو اي تي بي فقط. اوكي، فهو فقط اي تي بي او اي تي بي فقط. كيف هاي؟ مره ثانيه بنرجع للاشياء المكتوبه. سيكليك الكترون فلوز فلو يوزز اونلي فوتوسيستم 2 اند برودوسز اي تي بي but not an ADPH nor oxygen. اوكي، او no oxygen is released، اذا بدك اياها كلمه منفصله. فلا ان ADPH ولا اكسجين بنتجون عمليه. ليش؟ لانه اول شيء فيش مي بالموضوع، فبالتالي فيش اكسجين، فيش ان ADP بلس ريدكتيز بالموضوع، فيش ان ADPH. فهي بتنتج لي شو الهدف طب من العمليه؟ تنتج لي زياده ATP، لانه الكالفن سايكل بدها شويه ATP اكثر من ان ADPH. العمليه الاولى اللي هي الالكترون فلو بطلع الاي تي بي اتش ان اي تي بي وان دي بي اتش بتقريبا كميه متكافئه بي او بعدد متكافئ الان. بس لكن كالفن سايكل لما ترجع له شوي بعد شوي حتلاقي انها بدها اي تي بي زياده عن الان دي بي اتش. اللي بيزودني بالعمليه هاي هو السيكليك الكترون فلو. لذلك بتصير عادي بالنبات سيكليك الكترون فلو مشان تنتج السيربلس، يعني زياده في الاي تي بي، ساتسفاينج يعني مقنعه لهاير ديماند ان ذا كالفن سايكل، حاجه الكالفن سايكل الزياده اللي بحاجه لها. شو المطلوب منك؟ تعرف انه سايكليك الكترون فلو فقط تستخدم فوتوسيستم 1، فقط تنتج اي تي بي. هاي المطلوب منك تعرفه. شو هدفها؟ انتاج زياده من الاي تي بي مشان تعوض حاجه كالفن سايكل. مره اخرى الالكترونات الجايه من فوتوسيستم 2 تعود لسلسله نقل الالكترون الاولى وبتضل تلف هيك على طول، فبالتالي مش بحاجه لمي تعوض لك عن الالكترونات، ولا راح تروح على الان اي دي بي بلس اللي هو المستقبل النهائي. هذا هون المستقبل النهائي للالكترونات هو الان اي دي بي بلس بالكالفن لايت رياكشن، بينما بالريسبيريشن كان الاكسجين اذا متذكرين. طبعا هون في شيء بيستقبلهم الالكترونات بالكالفن سايكل، بدهم يروحوا الالكترونات لا 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 3 فوسفوجليسيريت بالاخر، يعني مشان اريحكم. لكن كلايت رياكشن اخر واحد بيستقبل الالكترونات هو ان اي دي بي بلس الان. فبضل يلف زي هيك. شو المنتج زي ما انتم شايفين على السايكل؟ باقي الفينت اللي لونهم باهت رمادي جراي، هذول مش راح يصيروا. فالمنتج الوحيد مبين بالصوره اللي هو ايش؟ ATP، وهو يعني كذلك مكتوب بالسلايد only produces ATP not NADPH أو not neither NADPH nor oxygen. أوكي، لا هاي ولا هاي، بس ATP. تمام. some organisms مثل purple sulfur bacteria عندهم فوتوسيستم 1 بس، ما عندهمش فوتوسيستم 2. لا لا لا، طبعا ما عندهمش كلوروبلاست، فبالتالي بالأغشية البكتيريا نفسها بتصير العملية مع السارسول. طبعا cyclic electron flow is thought to have evolved، يعتقد بما انها موجوده في بعض كائنات حيه يعني اقل مستوى من النبات والطحالب وهيك، هذا يعني يسوق بالاضافه لادله اخرى طبعا مش بس الحكي هذا، انه السيكليك او سايكليك الكترون فلو تطورت قبل اللينير. ليش؟ لانه قادر انها يعني انها تشتغل بس فوتوسيستم واحد اللي هو فوتوسيستم 1، بينما اللينير بدها اثنين. فمنطقيا بالاضافه انها موجوده في البيربل، بالاضافه طبعا لكثير بيبرز تحكي عن الايفولوشنري هيستوري للفوتوسنتسيس، يعني الموضوع بس مش مجرد كلمه وكلمتين هيك واستنتاج من جمله جملتين، لا هو استنتاج بناء على ابحاث موجوده في مجلات يعني متقدمه جدا وعالميه. فبالتالي هذا يدل طبعا ثوت ما حدا بيقدر يجزم لك، لكن يعتقد لانه يعني لما تقول 100% نهايه معناته بتكون انت في عندك يعني قدامك صار لها تحول، لكن انت بتقول يعتقد بناء على الادله الموجوده انه صار لها ايفولوشن قبل اللينير الكترون فلو، قبل اللينير، لانها احتياجاتها اقل من اللينير. فمنطقيا يعني حتى لو ما قرات جبهه، لو قلت لك الفكره ويعني عندك عمليتين، العمليه الاولى بدها جزئين رئيسيات وسلسله نقل الالكترون بينهم وسلسله ثانيه، والعمليه الثانيه بدها واحد بس، مين بتتوقع كانت اقدم؟ اللي بدها واحد. ليش؟ لانه يعني هي طبعا في استثناءات، عدد يعني غير محصور من الاستثناءات، فاللوجيك بالطريقه هاي ما بزبطش مع اشياء كثير، لكن الموضوع هذا ظابط.
الان السيكليك الكترون فلو ماي بروتكت سيل فروم لايت انديوس دامج، لان ما انه يعني عندك انت تو لايت، يعني خلينا نحكي هون ما انه الالكترونات بضلوا على طول شغالين، اوكي، ومش كمية زي كمية اللايت الموجودة هون، فاللايت بيساوي دامج اوريدي. حط نبتة عقبال الضوء على طول حيصير في عندها كثير فيها دمج. بتحاول بعض المركبات تمنع الدمج هاي وتمنع تكون بعض ال بسموه فوتو كيميكال كوينشنج وغيره، العمليات هاي انها تمنع تأثر النبتة بالضوء وهيك، لكن طبعا حتأثر بشكل كبير. فهي السيكليك الكترون فلو ممكن تحمي النبتة من تأثيرات الدمار اللي قد ينشأ عن الضوء زيادة على اللزوم. الآن خليني أوقف شوي بس أشوف إذا حدا عنده any question. تمام. الآن comparison بين الكيمي أوزموسيس، تعرف الكيمي أوزموسيس هي انتقال البروتونات من ال بال بال respiration من الماتريكس، من ال sorry من inter membrane space للماتريكس عبر ال ATP synthase. فبتشمل الكيمي أوزموسيس بالكلوروبلاست، لكن أسماء الأماكن بنتقل البروتونات عبرهم أو عبرهم يختلفوا. الكلوروبلاست and mitochondria generate ATP by chemi osmosis. لكن different source of yeah, but use different source of energies sources of energy. الآن الميتوكوندريا transfer chemical energy from food من الغذاء اللي هو الجلوكوز ل ATP. الكلوروبلاست تنقل اللايت انرجي من ال سوري بتحول اللايت انرجي لكيميكال انرجي of ATP في ال ATP. يعني فالمصدر الطاقة مختلف، هناك chemical هون light energy. لان spatial organization، spatial جاي من space من فراغ، يعني من مكان. التوزيع المكاني الكيميوزموسس يختلف بين الكلوروبلاست والميتوكوندريا باختلاف اجزائهم، لكن في تشابهات. كيف؟ كالتالي، خلينا نشوف الصورة. اول شيء هاي تركيب الميتوكوندريا، هاي تركيب الكلوروبلاست. لاحظ بالنبات والطحالب وهيك انه الثنتين موجودات في الكائنات في الحيوانات، بس الميتوكوندريا موجودة مش موجودة الكلوروبلاست. وبالتالي كائنات بدائية النواة مش موجود فيهم لا هاي ولا هاي. يعني لان طلع هون طبعا عندك الالكترون ترانسبورت شين. لاحظ بالميتوكوندريا، نذكركم انه البروتونات بصير لهم بامبنج، اول شيء بنتقلوا من الماتريكس للانتر ممبرين سبيس وبرجع عبر الاي تي بي سينثيز لوين؟ للماتريكس اللي على اليسار، على شمالك، خلينا نكون مشان نكون ادق. يعني بالمقابل عندي الكلوروبلاست هاي طلع وين العمليه بتصير؟ اللايت المكونات هذول البروتينات موجود، الاكشي موجود في ثالكويد ممبرين، فالاتش بلس بنتقل من الاستروما بالبدايه لما يصير في طاقه بسبب الفولينج الالكترون للثالكويد سبيس اللي هو بسموه اليومن، ثالكويد اليومن، لا اللي هو اليومن هذا اوكي اليومن، لا الاستروما عبر الاي تي بي سينثيز. فتذكر دائما انه بالنهايه الكالفن سايكل بدها تصير بالستروما، معناته الاتش بلس بينتقل من الاستروما للثايلاكويد سبيس او اليومن بسموه، بيرجع على الاستروما هناك. تذكر انه الكريب سايكل سوري الاي تي بي ينتج في الماتريكس، فبالتالي الاتش بلس بده يروح من الماتريكس للانتر ممبرين سبيس وبعدين يرجع عبر الاي تي بي سينثيز للماتريكس، اوكي، وهكذا. فيعني ضلك متذكر النقطه هاي. طبعا هاي مكتوبين هم حرفيا الحكي هذا. الميتوكوندريا بروتونز ار بامب تو ذا انتر ممبرين سبيس من الماتريكس، يعني اول شيء، بعدين بمروا عبر الاي تي بي سينثيز وهذا يؤدي لانتاج الاي تي بي مشان يصلوا للماتريكس. فبتروح اول شيء من الماتريكس انتر ممبرين سبيس للماتريكس، هاي بدي تحفظوا لي اياها زي اسم كود الاتش بلس. اول شيء من الماتريكس لا اكتبوها عندكم طبعا، يعني اوكي لا ال اوكي لا الانتر ممبرين سبيس جزء هون تكون انزلها لتحت احسن مشان اقدر اكتب الانتر ممبرين سبيس، بعدين هذا كمان برد يروح على الماتريكس مره ثانيه، برد يرجع على ال سوري على الماتريكس مرة أخرى. اوكي
اذا بالبدايه بالماتريكس، انت بالسبيس بعدين ماتريكس. طبعا صعب راح انزلهم، بدي اسوي لهم انسيرشن يعني، وهيك بدي ابلش يعني بقدر احط هيك، احط باكس هون. ما علينا، بديش اقعد ابلش بتنسيقات وغيره، بس يعني ماتريكس انت برين سبيس ماتريكس مره ثانيه. هناك ستروما ثايلاكويد سبيس ستروما امبريكولر بلس بروتونز ار بامبت انتو ثايلاكويد سبيس بعدين للستروما. فمره ثانيه ستروما يكون بالبدايه ستروما، بعد هيك اوكي، بعد هيك للثالكود سبيس او بسموه اليومن، نفس الشيء. انا راح اجيب لكم اياهم، اذا جبتوا الامتحان راح اكتب لكم يعني شو شو هي بالضبط، مشان ما تخربطوش يعني، تعرفوا ان هي نفسها، بحطها بين قوسين يعني، لكن اعرف انها ثالكود سبيس هي ثالكود اليومن نفسها. اوكي، وحكيت لكم اياها سابقا المحاضرة السابقة. تمام، بعد هيك برضو بنرد نقول من الستروما ثايلاكويد سبيس، بعدين ترجع مرة ثانية للستروما. اوكي، للستروما و هاي العملية كلها بتصير بالطريقة هاي. فلذلك آخر شيء بتروح على الستروما مرة ثانية، هاي ترتيبهم. فاول شيء الاتش بلس بروح من الستروم على ثايلاكويد سبيس، اللي هو بسبب الطاقه الموجوده على البروتينات الموجوده في الثايلاكويد ممبرين، بسبب نزول الالكترونات عبرهم يعني عبرهم. بعد هيك بتجمع كثير اتش بلس، فبصير له كيمي اوزموسيس عبر الاي تي بي سينثيز، التي بتساوي يعني درايفنج للاي تي بي سينثيسيس. لما يدخل الاتش بلس بصير روتيشن للاي تي بي سينثيز، بسبب الروتر اللي جزء اللي منه، جزء منه اللي هو بلوف، وهي تسوق العملية للفوسفوريليشن للاي دي بي انتو اي تي بي. هاي بكل بساطة شو بصير بالعمليتين هذول وتشابه بينهم. مرة أخرى شوف الصورة كبرها. فطبعا هو يعني مش موضح لك الجزء الأول، لكن موضح لك هاي. لاحظين أول شيء كيف الميتوكوندريا، إنه هاي الماتريكس، من الماتريكس هاي اللون التركيز كان قليل، اللون فاهي تمام. لا يعني برضو حتى الالوان هاي مش عشوائيه برضو يعني، اللي رسم الرسمه هاي وهاي برضو، هذا كل شيء له يعني محطوط بمكانه. اللون الفاهي معناته التركيز قليل، اللون الغامق تركيز عالي. لاحظ حط لك اياهم هون، هاير اتش بلس رمادي غامق، لور اتش بلس رمادي فاتح. اوكي، فهون اتش بلس قليل، شو اللي بيخليه ينتقل؟ بسبب انه الالكترونات بينتقلوا عبر سلسله نقل الالكترون، بيخلي فيه طاقه موجوده على البروتينات. هاي الطاقه بتؤدي لبامبنج للاتش بلس من التركيز القليل للعالي. بتعرفوا هاي العمليه بدها طاقه، لانها اكتيف ترانسبورت. طبعا هون طاقه مش بالضروره على شكل اي تي بي، وانما بسبب الطاقه الموجوده على البروتينات الناقله، وكونه حجم الاتش بلس برضه مش كبير، لكن عليه شحنة وبالتالي تعطيه قطبية، وبالتالي لازم يكون في طاقة مشان نقله. بعد هيك بصير تركيزه عالي، هون بصير ديفيوجن عادي، اللي هو اللي كيمي اوزموسيس. لأن اوزموسيس هي انتقال الماء من التركيز القليل للمذاب، للعالي للمذاب، يعني انتقال الماء من تركيزه من الهاي واتر بوتنشال، المي الكثير للمي القليلة، طاقة الماء القليلة، هاي واتر بوتنشال للو، او بيسموها لو سوليوت كونسنتريشن. ما بديش ادخل لك بالامور هاي، لانها داخل شوي بالفيزيولوجي والبلانت فيزيولوجي وغيره، ما يعني مش مهم كثير، او بالفيزيولوجي بشكل عام، سواء بلانت ولا انيمال فيزيولوجي. لكن الاتش بلس بعدين بصير له ديفيوجن من تركيزه العالي عادي عبر الاي تي بي سينثيز، وهي العمليه تسوق لانتاج الاي تي بي. هاي بحاله الميتوكوندريا اللي هي الريسبيريشن. بحاله الكلوروبلاست نفس الشيء، الاستروما للثالكويد سبيس او اليومن للستروما، ستروما ثايلاكويد سبيس ستروما، ماتريكس انتر ممبرين سبيس ماتريكس. دائما تذكر ان اي تي بي ينتج في الماتريكس والميتوكوندريا بالستروما في الكلوروبلاست، فبالتالي البدايه والنهايه بدها تكون وين؟ بنفس المكان اللي ينتج فيه. هيك يعني بتظل ثابت المعلومه بذهنكم يعني. اي تي بي ان اي دي بي اتش، اوكي، الاي تي بي والان اي دي بي اتش هذول اللي بنتجوا من
من اللايت رياكشن، الاكسجين خلاص طلع على الجو ما فيش مشكله. الاي تي بي والان هذول بضلوا بالستروم، بكونوا بالستروما اصلا. شو اللي بصير بالستروما؟ بصير كالفن سايكل. اذا مكان كالفن سايكل، اذا قلنا كالفن سايكل اوكرز، تحدث، هابنز، تحدث، تيكس بليس، تحدث. في فروقات لغويه بسيطه بينهم، لكن مش مشكلتي الان. مشكلتي تعرف انه تيك بليس او اذا كانت الجمع طبعا، تيكس بليس او اوكرز او هابنز، انها حدثت وين مكان حدوث العمليه. كالفن سايكل في الستروما، في الستروما في الكائنات حقيقيه، في النواه، في البكتيريا، في السيروسول. اوكي، الان ان سمري، لايت رياكشنز جنريت بعض النقطة، مش كل انواع البكتيريا بتساوي تمثيل. فوتوسنثاتيك بكتيريا، البكتيريا اللي بتعمل تمثيل ضوئي، مش كل انواع البكتيريا طبعا. بس انا بحدد لك يعني، حدد لك اياها مطلق السؤال، بحدد لك اياه. طيب اتوقف ثاني، بس ثاني واحدة وبرجع لكم. تمام الان. فالان سمري، اللايت رياكشنز، شو هدف اللايت رياكشن؟ هو انتاج الاي تي بي ان اي دي بي اتش. اوكي، الان هاي النهايه. هو ان سمري، لايت رياكشنز جنريت اي تي بي اند انكريس ذا بوتنشال انرجي اوف الكترونز باي موفينج ذم فروم واتر تو ان اي دي بي اتش. فالمستقبل النهائي هو ان اي دي بي بلس مشان ينتج لي ان اي دي بي اتش. فانتاج العمليه هو اي تي بي ان اي دي بي اتش، هذا هدف اللايت رياكشنز. الاكسجين منتج ثانوي حكينا الان، لكن منتج هو. اذا سالتك شو المنتجات، تكون الاكسجين من ضمنهم. طيب هاي لا ما تخوفك الصوره، هي عباره عن الاشياء اللي حكيناها لكن على شكل واقعي يعني. لاحظ انه هذا ثايلاكويد ممبرين، هاي الغشاء، هاي الفوتوسيستم 2، هاي الفوتوسيستم 1، هاي سلسله نقل الالكترون. الان عندي انا الفوتوسيستم 2، الالكترونات بيجوا من المي، بيعوضوا الالكترونات اللي فقدهم الكلوروفيل، والكلوروفيل بظل هو يفقد الالكترونات على طول. بروح على الالكترون اكسبتر اللي بالمربع، بيجي على البلاستو كوينون سايتوكروم كومبلكس بلاستو سيانين. لان العمليه هاي بسبب في الفولينج الالكترون، الالكترونات عبر سلسله نقل الالكترون، لانه هذول هاي سلسله نقل الالكترون. خليني اسويها احط هايلايتر ميبي. اوكي، هاي من هون لهون، هاي سلسله نقل الالكترون. لاحظ البروتين هذا جاي بالنص، بروتين مندس، بروتين سطحي. اوكي، الان مش حفظ، ما حسالكم شو اسمهم يعني البروتينات، لكن ده اسمهم سهل، بي كيو بلاستو كوينون سايتوكروم كومبلكس بلاستو سيانين. يعني بدك تحفظهم اوكي، ما فيش مشكله. هون في رودوكسن لانه مكتوب بالسلايدات حرفي، لذلك طلبته منكم، مش مشكلتنا الان. الان لاحظ انه عبر انتقال الالكترون، بسبب انتقال الالكترونات هذولا، هاي بصير في طاقه تؤدي للبامبنج للاتش بلس للثايلاكويد سبيس. بصير تركيز الاتش بلس ماله عالي. اوكي، الان بعد هيك لاحظ انه ممكن واحد يقول ليش طب سلسله نقل الالكترون الثانيه ما تساوي هاي؟ لانه اوريدي سلسله نقل البروتينات الموجوده فيها اوريدي هي بريفرال بروتينز، بروتينات سطحيه، بروتينات على السطح. الفيرودوكسين جاء على سطح الغشاء اللي بسموه بريفرال بروتين، مذكرين بشابتر 7. وكما ذلك ال ان اي دي بي بلس ريدكتيز، هيو هذا الانزيم برضه هو بريفرال، موجود على سطح الغشاء الثايلاكويدي. بروح الالكترونات لحد ما يستقبلهم من ان اي دي بي بلس مشان يتحول ان اي دي بي اتش. لاحظ ان اي دي بي اتش وين ينتج؟ وين الاي تي بي ينتج؟ وين بروح؟ على كالفن سايكل بنفس المنطقه موجوده اللي هي الستروما. لاحظ اتش بلس مره ثانيه، نرجع هون، التركيز عالي، بصير له ديفيوجن عادي عبر الاي تي بي سينثيز، اي تي بي سينثيز بنتج لي اي تي بي. العمليه هاي بتروح على كالفن سايكل. فهذول اللي بروح الكونكشن، الرابط بين اللايت رياكشن اللي هو هذا كله هيك، هذا لايت رياكشن اسمه، هذا اسمه كله هيك لايت رياكشن، والكالفن سايكل اللي هو ايش؟
السهم اللي جاله ال NADPH وال ATP. اوكي اوقف بس دقائق بس مشان اشوف اذا حدا عنده اي استفسار لهذا الموضوع. يعني ظل 6 سلايدات بنكمله وانا راح اكمل الشابتر اللي بالمحاضرة هاي. حدا عنده، الله يعافيك يا بلال، حدا عنده اي استفسار على هذا السلايد؟ هو نفس اللي شرحناه لكنه في الواقع وين يعني يكون موجود، كيف بكون الواقع؟ طبعا تنساش انه كل خليه فيها من 30 ل 40 كلوروبلاست، كل كلوروبلاست شوف قديش تعلق كود ممبرينز فيها. فالموضوع يعني مش مجرد عملية واحدة وخلاص وهيك، لا الموضوع very complicated continuous okay day on daily basis وإلى آخره، بأعداد هائلة وكميات هائلة. حدا عنده سؤال لحد هون؟ طيب الآن إذا حدا عنده سؤال على كل حال يعني بيقدر يكتبه. لان كالفن سايكل يستخدم الكيميكال انرجي اللي في الاي تي بي ان اي دي بي اتش مشان تساوي ريدكشن للسي او 2 من السي او 2 للسكر. طبعا هو مش ريدكشن بمعنى ريدكشن للسي او 2 يعني سي او 2 اعطيناها الكترونات صارت سكر، لا هاي من حيث المعادله. وسبت راح اشرح لك شو دوره كالفن او كالفن سايكل. طبعا لا كالفن سايكل لايك يعني تشبه سيتريك اسيد سايكل، اوكي مش انها نفسها، لايك يعني يشبه. ليش شو تشبهها؟ تشبهها regenerate its starting material from molecule enter and leave the cycle. تشبهها بكلمة cycle بس الباقي ليس متشابها. اوكي الثنتين اسمهم cycle لانه المادة اللي بتدخل بصير اعادة تجديد لها مرة ثانية، يعني معناها انها cycle دائرة. اوكي زي والله تقول الدوار هذا بيشبه الدوار هذا لانه اثنين دواوير، ممكن ولا في شيء بيشبه بعضه غير انهم اثنين نفس البداية نفس النهاية. هاي التشابه بين الكالفن والستريك اسيد سايكل اللي هي كريبس سايكل. ها مش تقول لي والله كالفن سايكل نفسها ستريك اسيد سايكل لانه هاي مكتوبه ها لايك ستريك اسيد سايكل، لا هون لايك تشبه هيها بس كلمه سايكل. والدليل الجمله اللي بعدها ريجنريت اتس يعني تجدد الماده البادئه اللي هو بالكالفن سايكل اللي هو اسمها رايبيلوز 15 بس فوسفيت، وبالستريك اسيد سايكل اسمها اوكزالو اسيتيت افتر مولكيولز انتر اند ليف ذا سايكل. بس هذا التشابه، اما ليست هي مختلفه تماما بس تشابه بكلمه سايكل. اما السيتريك اسيد سايكل او بسموها تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل او كريب سايكل هذيك بالتنفس الخلوي مختلفه تماما. هذيك اوكزالو اسيتيت مع اسيتيل كو اي سكستريت اسيتريت الفا كيتو جلوتاريز سكسينيل كو اي سكسينيت فيوماليت ماليت اوكزالو اسيتيت وهكذا. هاي كالفن سايكل لا مختلفه تماما، سي او 2 بدخل بيعطيني 2 فوسفوجليسيريت 3 فوسفوجليسيريت جليسرال ده 3 فوسفيت رايبيلوز 15 بس فوسفيت وبضل تلف وهكذا، مختلفات تماما عن بعض كمكونات. ما تشابه كلمة سايكل انه البداية المادة اللي تنتج يعني بتدخل بالبداية تخرج في يعني تجدد، اللي تجدد يعني بتكون موجودة في البداية تجدد كل سايكل، هاي معناها. يعني بديش حدا يعني اذا قلت لك والله سيتريك اسيد سايكل هي نفسها كريب سايكل تقول لي فولس. طبعا سوري سيتريك اسيد نفسها كالفن سايكل بتقول لي فولس، سيتريك اسيد سايكل هي نفسها كريبس فعليا ونفسها تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. لان السايكل بيلدز شو هدف الكاسه نحكي عن الكالفن قاعدين احنا كالفن سايكل. طبعا كالفن بنسن سايكل مشان ما تظلمش الباحثين الاخرين مع كالفن، لكن اسم كالفن الاولاني هو الباحث الاساسي فاسمه هو اللي انتشر، لكن في علماء غيره معه بنسن وباسم وغيرهم. الان سايكل بيلدز شوجر فروم سمولر مولكيول، لان عمليه تعرفوا بناء السكر هي عمليه بناء انابوليك رياكشن او تدخل في الانابوليزم اندرجونيك رياكشن بحاجه لطاقه. الان the cycle builds مش تقول لي والله التمثيل ضوئي بينتج اي تي بي، ما هو الاي تي بي راح يستهلكوا في ال ان اي دي بي راح يستهلكوا في الكالفن سايكل. ما تقول لي اللايت رياكشن ينتج اي تي بي، بس بدنا نروح على كالفن سايكل. هناك بالسيلولار ريسبيريشن في نت برودكشن اوف 32 اي تي بي تقريبا توتال. اوكي لا تحكي انه هون ها طبعا ما هي انتجت اي تي بي، لا ما الاي تي بي راح تستهلك في عمليه بالكالفن سايكل. فالسايكل بيلدز شوجر فروم سمولر مولكيولز باي يوزنج اي تي بي and NADPH اللي هي reducing power. كيف يعني reducing power؟ بتعمل هون reducing gerund يعني مصدر. كيف يعني؟ يعني بتعمل reduction لغيرها. كيف بدها تعمل reduction؟ الالكترونات المحمولة عليها بتعطيها لغيرها، هاي معناها. فال NADPH هو فعليا بيعمل reduction لغيره، هو reducing agent. NADP plus هو oxidizing agent. اوكي هو oxidizing agent. هاي يختلف عن ال NP680 يعني كفكرة عامة. P600 بلس هو اوريدي مرحلته هو ريديوست، فبالتالي يعني لما وصل لمرحله الريدكشن هو عمل اكسده لغيره، هو عمل اكسده سابقا لغيره، هو يعني عمل اكسده سابقا، لكن بعد هيك
لم يعطي الكترونات لغيره بصير ريدوسينج ايجنت. فالمركب يتذبذب بين الريدكشن والاكسيديشن ويتغير اسمه حسب وضعه في السايكل. ما بديش تدخل المتاهه هاي، لكن تعرف الان اي دي بي اتش هو ريدوسينج ايجنت، عامل مختزل، يعني يعطي، ما هو حامل الالكترونات بتعطيهم لغيره. لكن الان اي دي بي بلس هو اوكسيدايزنج ايجنت، بده ياخذ من غيره الكترونات، بده ياخذ من غيره الكترونات. طيب الان نيجي على السايكل، قبل ما انا بفضل السايكل قبل الكتاب دائما، الفيجر لانها بتجذب الانظار اكثر. اول شيء بدك تتذكر انه تحفظ انه اهم اكثر انزيم موجود على سطح الارض يعتقد اسمه روبسكو. روبسكو جاي اسمه من الاشياء، من الاشياء تاعي رايبيلوز 1.5 بس فوسفيت 1.5، يعني كربون رقم 1 كربون رقم 5 ماسك فيهم فوسفيت، هاي هي او رايبيلوز بس فوسفيت مرحلتكم يعني بكفي. من اسمه يعني هاي لحد هون سي اللي هي كاربوكسيليز يعني بضيف سي او 2 او اوكسجينيز عنده القدره يضيف اكسجين. هذا الانزيم هذا هو اللون مكتوب عليه بالبيربل او باللايلك او الموف، هذا هو الانزيم المسؤول عن ربط السي او 2 بالرايبيلوز بيسفوسفيت. فهذا السبستريت له سي او 2 رايبيلوز بيسفوسفيت. الان تذكر انه كل سي او 2 بيجي لحاله، ما بيدخل اكثر من واحد مع بعضه، انترينج 1 ات ا تايم، يعني واحد كل مره، واحد كل مره. فالسي او 2 هذا بيرتبط بالرايبيلوز بيسفوسفيت، عنده هذا خمس كربونات وجا كربون زياده، انسى الثلاث هاي، انسى الثلاث بس، جا كربون زياده صار سته، هاي ستة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، هذا بصيروا سبليتنج منفصل، ستة لمركبين، كل مركب فيه ثلاث. فاسم المركب 3 فوسفوجليسيريت، انسى لي الأرقام اللي هون مكتوبة لأنها هاي بتعتمد على ثلاث، بحكي عنها بعد شوي. هاي عملية إنه سي أو 2 يرتبط بالرايبيلوز بس فوسفيت عبر الروبسكو بسبب الروبسكو، هاي بسموها كاربون فيكسيشن، كاربون فيكسيشن. هذا طبعا شورت ليفد انترميديت، ما بطولش، بصيروا سبليتنج مباشرة لمركب اسمه 3 فوسفوجليسيريت، نسختين منه لكل سي أو 2. يعني بعد هيك بيجي اي تي بي فوسفيت، الفوسفيت هاي مو من الاي تي بي، 6 فوسفيت عندك انت هون طبعا، انسوا الارقام زي ما حكيت بعد شوي بحكي شوي الارقام. بيجي الفوسفيت من هون برتبطهم فبصير اسمه 1 3 بس فوسفوجليسيريت، هذا بصير له ريدكشن، لاحظ ان اي دي بي اتش، هذا بصير له ريدكشن ل، لانه هون اجى الالكترونات من وين؟ ان اي دي بي اتش بيجوا لهون، هذا بصير له ريدكشن لشو؟ لجليسر الدهاي 3 فوسفيت، فاخر واحد بيستقبل الالكترونات اللي هو 1 3 بس فوسفوجليسيريت. كل العمليه التمثيل الضوئي ما بهمنيش كثير، لان في كمان هسه بعد شوي راح كمان في واحد بيستقبل الالكترونات بعد شوي راح احكي عنه. لان المركب اللي بينتج سكر ثلاثي اسمه جليسر الدهاي 3 فوسفيت، هذا هو منتج الكاربون سايكل. الان لكن اذا دخلت واحد سي او 2 هون وعندي خمسه هون، بيطلع عندي ست، هاي بيطلع مركبين من هون، مركبين مركبين، هل مركبين راح ينتج الجواب؟ لا، بتوقف العملية هون، في أشياء ثانية بتصير يعني متقدمة جدا عليكم، تحول دهيد هيدروكسيتون فوسفيت وهيبيلوز بيس فوسفيت وغيرهم، مركب سكر سباعي وغيره مش مطالبين فيه. بعد هيك بصير إعادة تجديد لل تي بي. طبعا مستقبل نهائي للعب العمليات كلهن هو هيو 1 3 بيس فوسفوجليسيريت، مستقبل نهائي للإلكترونات كل شيء هون، لانه يعني اخر واحد بصير باخذ الكترونات اللي هو من ان اي دي بي اتش. طبعا في خطوات وسطيه كثير وتفاصيل كثير طلاب النبات وهيك باخذوها، لكن بهمني الفكره العامه. طيب لاحظ قديش نسبه الاي تي بي المستهلكه 6 و3 طبعا. اوكي الان بدنا نيجي لرقم 3 مشان ما احكي لكم على الارقام. الان مشان تنتج واحد سكر ثلاثي لازمك ثلاثي سي او 2 يدخلوا، طبعا كل واحد لحاله. فلما يدخل 3 CO2 كل واحد لحاله، هاي ظلكم متذكرينها للأبد، 3 CO2 مع 3 من المركب هذا بده طبعا، 3 في 5 15 و 3 18، بيطلع عندي 3 مركب، 3 مركبات كل مركب 6 18، هذا بتحطم الاثنين بصير 6 منه، 6 من هذا تحول ل 6 من هذا تحول ل 6 جليسرالدهايد 3 فوسفيت، واحد بيطلع من السايكل مشان يتحول لجلوكوز ويعني يرتبط بشيء ثاني، وخمسه بيكملوا مشان ينتج لي هذا. الان السته هذول بدهم 6 اي تي بي، بدهم 6 ان اي دي بي اتش، بدهم كمان 3 اي تي بي. لاحظ قديش الاي تي بي بده 9 اي تي بي مقارنه مع 6. الزياده الاي تي بي منين اجت؟ اجت من السايكليك الكترون فلو، اوكي؟ لانه اذا لينير بنتج لي كميه مقاربه من الان اي دي بي اتش والاي تي بي. الزياده الاي تي بي السير بلس هاي جاي من وين؟ جاي من السايكليك الكترون فلو اللي هي العمليه اللي بتنتج لي بس اي تي بي. الان
فعملية هاي العملية هم انه الاي دي بي اتش بصير لها بتعطي الكترونات للجليسرايد بس فوسفوجليسيريت، هاي العملية اسمها ريدكشن. المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة إعادة تجديد اللي هو المستقبل هذا النهائي، المستقبل السي او 2 اللي هو ريجنريشن اللي هو سي او 2 اكسبتر. شو اسم السي او 2 اكسبتر؟ رايبيلوز بس فوسفيت. الآن برجع للأشياء المكتوبة. الآن الكارب طبعا السكر الذي ينتج هو سكر ثلاثي اسمه جليسر الدهايدري فوسفيت، اخذته بشابتر 5 اسمه تريوز شوجر، سكر ثلاثي. الجليسرين اللي موجود بيستخدمها هذا هذا تابع للسكريات، تابع للكربوهيدرات باي ذا واي. الجليسرين هاي يعني جاست جوجل ات، الجليسرين جزء الناس فكروا انه تابع للزيوت كونه يعني بيشبه الزيت، لا هو تابع للكربوهيدرات. اوكي، فالجليسر الدهايدري فوسفيت هو سكر ثلاثي. الآن مشان تنتج واحد جليسر الدهايدري فوسفيت كم سي او 2 بدك؟ بدك ثلاث، تذكر انه كل واحد لحاله بدخل. طيب بدك جلوكوز في ست كربونات، كم سي او 2 بدك؟ بدك ستة. اذا كم ساي كم تيرن بدك مشان تنتج جلوكوز؟ بدك 6 تيرنز، ست لفات مشان تنتج واحد جلوكوز. طب كم سايكل بدك مشان تنتج سكر ثلاثي؟ بدك ثلاث. كم سايكل بدك مشان تنتج سكروز؟ سكروز في 12 كربونة، بدك 12 سايكل. فحسب عدد كربونات السكر عدد السايكلز اللي بدك اياها. الآن العملية هاي 3 فيسز، كاربون فيكسيشن اللي هي ارتباط سي او 2 مع رايبيلوز بس فوسفيت عبر انزيم اسمه روبسكو. العملية الثانية ريدكشن، دي ريدكشن لل 1 لل 1 3 بس فوسفوجليسيريت للجليسر الدهايدري فوسفيت اسمها ريدكشن. واخر مرحلة اللي هي اعادة تجديد اللي هو الرايبيلوز بس فوسفيت اللي هو مستقبل السي او 2 اللي بيرتبط، مش مستقبل كبروتين، لا مستقبل يعني اللي بيرتبط فيه السي او 2. اوكي، هاي العملية بكل بساطة. الآن بس أضيف شغلة بسيطة، إذا بدك تحفظ لي كم العملية هاي، قد كم ATP بدها العملية هاي، كم NADPH، كم سايكل بدك مشان تنتج جلوكوز. أوكي، ظل معلومة بس بدي تكتبوها عندكم، بس ثواني أحط لكم إياها على السلايدات، بس مش عارف كأنها يعني انحذفت من السلايد، ما أعرف سلايدات. طبعا يعني حكيت الانزيم هو most abundant protein on earth، بس حبيت احط لك النقطة هاي انه الروبسكو شو اختصاره، هيو هذا اختصار روبسكو، يعني جاي اسمه من وين؟ من المركب المنتج اللي هو رايبيلوز 1-5 بس فوسفيت كاربوكسيليز اللي هي السي كاربوكسيليز اوكسجينيز، يعني عنده القدره يربط CO2 وعنده القدره يربط اكسجين بعمليه اسمها فوتوريسبيريشن، مش مطالبين فيها كميه واحد، باخذوها بالنبات. فبالتالي طلاب الاحياء مش مطالبين بالموت، بس تعرفوا انه هاي اختصاره هو رايبيلو، هو عنده القدره، ها هاي مطلوبه منكم، عنده القدره يربط CO2 وعنده القدره يربط اكسجين بالرايبيلوز بس فوسفيت، هاي مطالبين فيها. اذا شو بيقدر يمسك مين؟ CO2 اكسجين، CO2 اكسجين، مش بس CO2. من هذا المنطلق اسمه رايبيلوز 1-5 بس فوسفيت اللي هو السبستريت تاعه، كاربوكسيليز اللي هي سي دبل بوند او او اللي يعني بالنهايه كسي او 2 بالاضافه للاكسجينيز اللي هو يعني بيقدر يربط اكسجين، فعنده القدره يربط سي او 2 مع اكسجين. هاي ضروريه المعلومه واحتمال كبير تيجي يعني سواء بال مش حتاخذه في كويز بس حتيجي بالفاينل 100%. اوكي، فتعرف انه كاربوكسيليز انا بهمني يعني بهمنيش انك يعني تكون يعني عارف، بهمني تعرف المعلومه وظل ثابته بذهنك، يعني انه كارو سي او 2 وانه اوكسجينيز فيها اكسجين. اوكي، وهاي اسمه الاختصار له. تمام، اكتبوها عندكم اذا مش مكتوبه، ويعني لانه اوريدي مش موجوده بالسلايدات فمش راح انزله مره ثانيه الشابتر مشان صوره مشان جمله زي هاي، بس كونوا كاتبينها عندكم. مره اخرى بعيد السايكل، فمره ثانيه الكالفن سايكل، هاي العمليه بصير بالستروما. العملية هاي مشان تنتج سكر ثلاثي بدك ثلاث سي او 2، مشان تنتج سكر سداسي بدك ستة، مشان تنتج سكر 12 بدك 12 سايكل. كل سي او 2 بدخل لحاله، هاي معلومة ثابتة، انترينج وات ات ا تايم، يعني واحد كل مرة، الروبسكو غير قادر على تثبيت أكثر من سي او 2 كل مرة. أوكي، الآن الرابيلوز بس فوسفيت هو مستقبل السي او 2، بيرتبط بالسي او 2، بنتج 3 فوسفوجليسيريت، بعدين 1 3 بس فوسفوجليسيريت مطلوب منكم اللي هو بصير له ريدكشن لجليسر الدهايدري فوسفيت بالمرحله هاي. بعد هيك بيطلع واحد بخمسه بيكملوا، بهمنيش الارقام هاي تحفظوها، بهمني تعرف انه انت بدك مشان تنتج سكر ثلاثي بدك ثلاث،
ثري سايكلز. الروبسكو قادر يمسك الكربو السي او 2 والاكسجين، مستقبل السي او 2 اسمه رايبلوز بيس فوسفيت، مرحله الريدكشن اللي هو ال 1 3 بيس فوسفوجليسيريت تتحول لجليسر الدهايد 3 فوسفيت، مطالبين فيها لان هاي مرحله اسمها ريدكشن. كيف ريدكشن؟ لان دي بي اتش بعطي الالكترونات لل 1 3 بيس فوسفوجليسيريت بصير اسمه، بالاضافه لفقدان ان اورجانيك فوسفيت. لاحظ انه هون يفقدها على شكل ان اورجانيك فوسفيت مش على شكل اي تي بي. والعمليه هاي اسمها المرحله اسمها ريدكشن، اوكي، وبصير بالستروما وذاتس ات. طيب نيجي للاوفر اول بروسيسز، عندك اللايت رياكشن تنتج لي اكسجين اي تي بي ان اي دي بي اتش، هذول بروحوا على كالفن سايكل، كالفن سايكل تنتج لي سكر. المين اكسبورت في النبات هو صح السكر الثلاثي اللي ينتج، لكن بعد لما يتجمعوا السكريات مع بعض وهيك يعني، وفي رياكشنز بينهم بيرتبطوا ببعض وهيك، السكر الذي ينتقل من خليه نباتيه لاخرى هو السوكروس، هو سوكروس، تحفظوها زي اسمكو. المنتج المباشر لكالفن سايكل اللي هو جليسر الدهايد 3 فوسفيت، جزء منه بصير على شكل نشا داخل الكلوروبلاست وجزء منه بيطلع على شكل اكسبورت. هلا بوريكم سلايد اللي اضفته جديد مشان تشوفوا الشغله هاي. شو برجع من كالفن سايكل بالمقابل؟ اللي هو الفاضي اي تي بي ان اي دي بي، اللي برجع الفاضي لان اي دي بي بلس واي دي بي، بروح وين؟ على اللايت رياكشن، بدونهن ما حتصير اللايت رياكشن كمان. فهاي في كونكشن بين تو بروسيسز توجذر. احفظوا الرسمه هاي برضه باجزائها. طيب بدي ارجع بس للسلايد بس اللي اضفته اللي هو بوضح لك العمليات كلهن، اللي هو هاد هون. هاي 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 ملخصه للعمليه كامله، بس خليني اصغرها شوي لان اوريدي كبرتها مشان مكونات الغشاء. دائما بكبر اصغر صوره من الزاويه مشان ما تتغير شكلها يعني. نيجي مره اخرى تكبير للصوره. هاي هي هاي العمليه، اللايت رياكشن هي هم، هاي الفوتوسيستم 2 فوتوسيستم 1، هاي سلسله نقل الالكترون بنتج لي ان اي دي بي اتش بنتج لي اي تي بي. هي هم اثنين وين؟ بالستروما. بروحوا وين؟ على كالفن سايكل. كالفن سايكل بتاخذ سي او 2 طبعا من الجو مشان يصير له فيكسيشن، بعدين ريدكشن لما يتحول 1 3 بس فوسفوجليسيريت لجليسر الدهايد 3 فوسفيت، هذا بنتج له سكر ثلاثي. سكر ثلاثي بصير بعديها ستارت سينثيسيس، تصنيع ستارتش اللي هو النشا. النشا بتجمع وبتخزن بالنبته، وجزء منه وين بروح؟ بروح بيطلع عبر ترانسبورتر اللي هو تريوس فوسفيت ترانسبورتر، بيطلعوا لوين؟ لبرا الكلوروبلاست على السايروسول مشان يصير سينثيسيس للسكروس. فالسكروس هو الذي بيتجمع اخر شيء لسكر يعني. قديش طب كم بدك تريوس فوسفيت مشان واحد سكروس؟ بدك اربعه، لانه كل واحد فيه ثلاث باربعه 12 كربون اللي هو السكروس، سكر ثنائي جلوكوز وفركتوز. السكروس هو الذي ينتقل من خليه لخليه في النبات، يعني بينتقل من الخلايا من الورقه للساق للجذر، هو المغذي لهي الفلويد الذي ينقله اللي هو اللحاء، ينقل السكروس، مش بنقل ستريوس شوجر على شكل اساس انه ماده مغذيه، لا هو بنقل السكروس. فالمين اكسبورت هو السكروس، هاي ضروري جدا تعرفها، وبرضه احتمال كبير اسالك عنها لانه ضروري المعلومه هاي ضروري تعرفها، انه السكروس هو الذي ينتقل من خليه لخليه. ووريتكم بالفيجر هاي، احاول انزل كل الملف نفسه مشان نشوف الصوره اللي بعدها. هاي المين اكسبورت من النبته هو السكروس، من الخليه هو السكروس، اوكي. هاي هيك انهينا هذا الشابتر. ظل عندنا الشابتر الاخير اللي هو السيل سايكل، دوره الخليه، بسيط جدا ممتع. اذا حدا عنده اي استفسار او اي سؤال بيقدر يسالني الان، وإذا ما حدا عنده الآن مبدئيا بس اللقاء نساوي لقاء بكرة، ويعني اليوم أو بكرة إذا بدكم ما عندي مشكلة. بيقدر يسألني عن الكالفن سايكل وهيك. حدا عنده سؤال؟ إن شاء الله ما تكون نمتوا، بس لأنه يعني اثنين بس بيحضروا المحاضرة قاعدين حسب اللي عندي فيورز، just two persons يعني. بس الشابتر هذا يعني ممتع يعني، لا تستصعبه، ممتع جدا، ما بده اي شيء، بده شيء المجهود الكبير. يعطيك العافيه، ناس مكتوب يعطيك العافيه وفلو. الله يعافيكم جميعا يعني، اكيد الحضر من البدايه احسن ما حضرش، بس طيب زي ما حكيت لكم في ناس عندهم كويزات وبالتالي معذورين يعني، اكيد مش ح ما دام عنده كويز حيكون ذهنه مش صافي يحضر المحاضره، لكن بس تحضرها اذا احتجت اي شيء بتقدر تبعث لي. لكن هذا الشابتر عليه عدد لا بأس فيه من الأسئلة بالفاينل حيكون، لأنه أخذنا عليه وقت كمان يعني، شرحته بثلاث محاضرات، وبالتالي عشان أكون في عدل بين الشباتر لازم هاي على عرقات ظهرت. الله ثانك يو يعني،
وتو بيرسونز بيحضروا قاعدين، واحد منهم على عراقات. شكرا لك. واذا حدا عنده اي استفسار بيقدر يبعث لي. صحيح، اوكي ماشي تمام ماشي. الله يعطيك العافية جميعا، ويعطيك العافية ألا. وانا عارف انهم بلشانين بالقروض والمنح والكويز وهيك، فما فيش مشكلة. اذا حدا عنده استفسار بيقدر يبعث لي. يعطيك العافية، وبنزلكم الان على اللينك على المودل ان شاء الله. السلام عليكم.